مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. ارتفاعات إضافية على درجات الحرارة، حرارات تلامس 50 في بعض المناطق، وأيضا أجواء شديدة الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة. نلاحظ أن المملكة ستكون خلال الأيام القادمة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة. هذا اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة الأعلى، وبتستمر هذه الأحوال الجوية الحارة يومي الأحد والاثنين وحتى أيام الثلاثاء وطيلة أيام الأسبوع تقريبا. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء حارة. في الرياض الصغرى المتوقعة 34 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في بعض المناطق في منطقة حفر الباطن والإحساء أيضا، لكن في الرياض الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين 44 درجة مئوية والصغرى 35. أيضا يوم الثلاثاء أجواء حارة، العظمى المتوقعة في الرياض 45 والصغرى المتوقعة 34 درجة مئوية. الأربعاء أجواء تقريبا حارة، تظهر بعض السحب، في هناك احتمال سقوط بعض الأمطار أحيانا، والعظمى المتوقعة 46 لكن الصغرى المتوقعة 35 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، سكاكا 44-32، تبوك 41-29، عرعر 43-30 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة، المدينة المنورة العظمى 42 والصغرى 32، جدة العظمى 39 والصغرى 30، مكة المكرمة 42 والصغرى 31، الطائف 33-26 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا، الباحة 27-21، أبها 30-19، جازان أجواء حارة نسبيا، العظمى 37 والصغرى 31 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء حارة لكنها شديدة الحرارة في حفر الباطن 47-34، الدمام 45-33، الإحساء شديدة الحرارة 46-34 درجة مئوية. المناطق الوسطى حائل 41-30، بريدة 43-31، الرياض أيضا أجواء حارة، العظمى 44 والصغرى 35 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله مع أجمل تحية مني ومن طقس العرب.